السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات بدرس جديد من دروس يونت 1 وهو الدرس الخامس. الدرس الماضي أخذنا موضوع الصفات مال ED و ING. اليوم حناخذ موضوع نفس فكرته، أنه راح تجينا بسؤال الاختيارات كلمتين ونختار بيناتهم. كلمتين تقريبا نفس النهاية، بس واحدة من عندهم حتنتهي بالمقطع full، مثلا careful beautiful، ونفس الكلمة بس فوق الوظائف إلى ly، فمثلا beautifully أو peacefully carefully، يعني كلمة تنتهي بفل ونفس الكلمة بس ضايف إلى ly فتنتهي بفلي. شنو طريقة الاختيار؟ هو شنو معنى beautiful؟ شنو beautifully؟ خلينا ناخذها. السؤال هنا أنا تقدر تحله على المعنى وتقدر تحله على القاعدة. هنا القاعدة صراحة شغلها أقوى من الدرس الماضي. القاعدة هنا تقريبا بنسبة 99% حتعطيك صح. المعنى طبعا دائما هو يعطيك الصح أكيد. خلينا نبلش ببارت 5. مبدئيا عندي كلمات عيدها ورايا: successful careful peaceful beautiful wonderful. successful ناجح، careful حذر ومنتبه، peaceful يعني هادئ أو مسالم أو مكان هادئ، beautiful جميل، wonderful رائع ويخبل ويجنن. هذني شباب الكلمات اللي تنتهي full هي صفات. شنو صفات بالإنجليزي؟ adjectives. احفظ ليها، هاي مهمة نحتاجها صدقني، بالوزارة تجيك هالكلمة أصلاً. adjective معناها صفة. كل اللي ذكرت لك اياهم هسه: successful careful peaceful beautiful wonderful، هذين يسموهن صفات. شنو الصفات؟ adjective. شيل الاس، adjective صفة، خلي الاس صفات adjectives. الصفات هي كلمات تصف الاسماء، يعني هي موجهة لتصف اسم معين. مثلا it's a beautiful picture. it's a beautiful picture، هي صورة جميلة. هنا أنا من نقول عليه beautiful، لأن إيش عن البيكتشر؟ البيكتشر اسم صورة، فبالتالي هاي الصفة توصف الصورة. طبعا أكو مثال آخر: this film is delightful، هذا الفيلم مبهج يبعث على السرور. this film، هذا الفيلم is delightful. منو قصدنا بالdelightful؟ مبهج أو يدعو للسرور؟ قصدنا على الفيلم. بالنسبة للصفات اللوكيشن مالتها كموقع تيجي أما قبل الأسماء اللي جاي توصفها، يعني هي صفة تسبق الموصوف. فالبيكتشر هنا أنا موصوف، اسم دين وصف بكلمة بيكتشر، فلاحظ الصفة صاير قبله. أو تيجي بعد الإز آر آم وازوير، يعني شوف إز ديلايتفول هنا أنا من تقول لك بعد إز آر آم وازوير، الاسم الموصوف قبل الإز آر آم وازوير يكون قبلها، فهي تكون بعدها. شوف this film، هذا الموصوف is delightful. على من تقول delightful؟ على الفيلم اللي هو قبل الإز، والصفة صايرة بعد الإز آر آم وازوير. بالمقابل هسا هذه سميناها adjectives. إذا أضفنا لكل واحدة من عندهم المقطع ly حتصير عندنا successfully carefully peacefully beautifully wonderfully. هذني من نضيف ly الى كلمة منتهية بفل تحولت من adjective اللي هي صفة الى adverb. فرق: adjective صفة، adverb ظرف او ظرف حال، بالتحديد ظرف حال. adverb ظرف حال، احفظها بالوزارة جاية adverb. اللي ما يعرف هالمعلومة داخل بالسؤال ما يعرف شو يسوي. adjective صفة، adverb ظرف حال. فمن نضيف لأي وحدة تنتهي فل نضيف لأي الواي تحول إلى adverb يعني ظرف حال. زين الادفيربس ظروف الحال بها هو أشكال، أغلبنا ينتهن بالواي، بس إحنا نريد الادفيربس اللي تنتهي بالواي وقبلها فل، فصير الادفيرب المنتهية فلي. طبعا الظروف تختلف عن الصفات. الصفات صديقي هي كلمات تصف الأسماء، أما الظروف فهي تصف الأفعال، يعني شلون الفعل يصير. يعني مثلا نقول مثلا she sings beautifully، هي تغني بشكل جميل. يعني ماذا نوصفها؟ هي نوصف شلون هي تغني، وتغني فعل طبعا. اوكي شوفوا وياي: نورا sings beautifully، نورا تغني بشكل جميل. هنا ماذا نوصف نورا؟ انه هي حلوه. نوصف شلون تغني، فعل يغني فعل، فنحتاج لوصف الفعل نحتاج الى ظرف adverb. أو مثلا this house is beautifully built، هذا البيت مبني، built معناها تم بناؤه
beautifully بشكل جميل. ما دحشي على البيت بس احكي شلون تم بناءه يعني فعل موقع الظروف مال فلي تيجي بعد الافعال مثل بقى sings تغني beautifully او تيجي بعد is are was were بس لازم يكون وراها تصريف ثالث باعوا هنا is وراها ظرف بس ورا التصريف ورا الظرف اجانا فعل تصريف ثالث. هاي ملاحظات يعني جانبيه بس لك حتى تعرف. خلينا هسه نعرف شلون نختار مثلا بين careful carefully beautiful beautifully peaceful peacefully شلون حيصير الاختيار بيناتهم. اولا اذا اول شيء اسوي اباوع ورا القوس. اول شيء باوع لا تباع قبل القوس. ركز. اول شيء بحل fully هو انه تباوع ورا القوس. طبعا هذا دحكي مو حل معنى. المعنى راح يكون مبين. beautiful جميل beautifully بشكل جميل. careful حذر carefully بحذر. peaceful هادئ او مسالم peacefully بحذر وهدوء وامان. زين راح نحل طبعا احنا بالمعنى وراح نحل بالقاعده. المعنى شو يقول؟ القاعده شو تقول؟ تقول نختار الصفه اللي بها فل. ان كان ما بعد الاختيار اسم نختار فل، اذا بعد الاختيار مو اسم نختار فلي. اذا نبا اول شيء الكلمه اللي ورا القوس، اذا اسم نختار فل، اذا مو اسم نختار فلي. مثل ايش الاسم؟ مثلا درايفر سائق اسم فنختار فل، بليس مكان اسم نختار فل. مثل ايش يعني مو اسم؟ مثلا فعل حرف جر ظرف. فعل مثلا written تصريف ثالث، فعل تصريف ثالث اذا هو فعل بالاخير فناخذ له فلي اذا بعد الاختيار. مثلا painted فعل شاذ فعل قياسي هذا شاذ، المهم فعل. من يكون ورا القوس فعل اختار فلي. حرف جر مثلا ان هذا على الاغلب راح نختار له فلي. وتوجذر توجذر اقفلها توجذر قبل فلي. اذا ورا القوس مباشره get together اختار فلي. متفقين؟ زين سؤال اذا ورا القوس لقيت نقطة. هاي النقطة حتى لو كان وراها كلام، يعني النقطة ورا القوس لقيت وراها كلام، هذا الكلام ما يأثر بعد. تيجي تسوي بالحالة إذا لقيت نقطة فما راح تقدر تعرف هاي اسم لو مو اسم، إذا اسم فل وإذا مو اسم فلي. هنا إذا لقيت نقطة تضطر ترجع إلى قبل القوس. إذا لقيت مجموعة is are am was were قبل الاختيار فالاختيار غالبا حيكون فل. إذا ما لقيته حيكون الاختيار فلي. إذا انتهى لا شيء بعد الاختيار نقطة يعني، وأكو لقيت وحدة من مجموعة B اللي هي is are am was were قبل الاختيار موجودة تختار فل. إذا ما لقيت بس نقطة ورا الاختيار وما لقيت is are am was were فراح تختار فلي. هسه راح نبدي نحل كقاعدة وكمعنى، خليك وياي. هذا ملخص. بعد الاختيار اسم نختار فل، بعد الاختيار غير اسم نختار فل. غير اسم ممكن يكون فعل او حرف جر او كلمه together. اذا لا يوجد شيء بعد الاختيار واكو قبل الاختيار ظني نختار فل. ماكو شيء بعد الاختيار اقصد نقطه وماكو اذا ارى ما زور نختار فل على الاغلب بنسبه 99%. تعالوا وياي هسه. هذا نيت ثلاث امثله. علي drives careful or carefully. راح احلها بالقاعده وارجع لك احلها على المعنى. اكو شيء هنا؟ ماكو. اكو از ار ام واز وير هنا؟ ماكو. اختار فلي. على المعنى علي يقود. كيرفل صفه. كيرفلي ظرف. هذه ادجكتيف وهذه ادفيرب. احنا على منو بدنا نحكي؟ على طريقه قياده علي اللي هو فعل. فنختار كيرفلي بالحالتين. علي is a careful or carefully driver. على القاعدة driver اسم سائق. سوري سائق. إذا هو بالأخير شنو اسم؟ الاسم يريد صفة بالفل. الجواب فل. هاي على القاعدة. تريد كم معنى؟ علي سائق حذر. ونبه. I wish to live peaceful peacefully in my country. على القاعدة in معناها peacefully. على المعنى أتمنى أن أعيش بسلام. بسلام مو سالم. بسلام يعني طريقة العيش. لف فعل. إذا لقيت فعل مباشرة قبل القوس أو مباشرة وراء القوس
فهنا فلي. ألا أعيد؟ إذا ليت فعل قبل القوس أو وراء القوس مباشرة قبل تختار فلي. هنا أنا ليف فعل فقبل أختار فلي لأن هي مكانها بعد الأفعال. هنا أنا إن هتخليك تختار peacefully، وطبعا المعنى أيضا كذلك يعيد هذا الشيء. حاول هسه قبل ما حل توقف وانت يعني تحاول تلقى الإجابة. ها يلا وياي وراء القوس place مكان، إذن هو شنو؟ هو اسم. الاسم شو يريد؟ يريد صفة، صفة peaceful، على المعنى إنه مكان هادئ. إذا أوصف المكان اللي هو اسم فجوابي صح. I like it، يعني كل شيء حبه عاجبني. The picture was beautiful or beautifully. تريد على القاعدة؟ أكو نقطة؟ أوكي؟ بس أدي was. لو ماكو was is or am اختار beautifully. بس وجود was حنخلينا نختار beautiful. تريد على المعنى؟ الصورة كانت حلوة. مو بطريقة حلوة. لو مثلا هنا لو مثلا كاتب لي painted رسمت، كان قلنا رسمت بشكل جميل، اكو فعل وراء القوس اختار beautifully، هذا الشيء ما متوفر بهاي الجمله. The story was beautiful or beautifully written. ها على القاعده written فعل تصريف ثالث والفعل يريد ظرف، على المعنى هذه القصه كتبت بشكل جميل. طريقة الكتابة فعل يعني والفعل يريد ظرف. لوز لو مو لوز، تعلموا هالكلمة واحد سمعكم إياها. لوز يعني أنت مسيطر. روح لي هسه على تمرين 114 بالملزمة وحل وياي. هذه عندك وعندنا تيست وراها. 114 بالملزمة. ها جاهز؟ We hope that we can live peacefully together. Together يعني peacefully. تريد على المعنى؟ أتمنى أن نعيش كلنا وي كلنا نحن live فعل فعل قبل القوس يعني قبل فلي. لا تفكر بها. The film is wonderful or wonderfully directed فعل إذا فلي. الفيلم تم إخراجه بطريقة رائعة. We all dream of living نحلم أن نعيش peaceful or peace together خلاص together يعني peacefully. تريد على المعنى؟ نعيش بسلام. كيف نعيش بسلام؟ كيف نعيش يعني فعل فيختار ظرف. He drives the car يقود السيارة careful or carefully. تريد على القاعدة؟ هنا نقطة وماكو إذا أرى موزوير حنختار فلي. تريد على المعنى؟ هو يقود السيارة بحذر. إذن هاي وصف المن، وصف لكيفية قيادته يعني الفعل القيادة مالته. سارة carefully لو careful lifted فعل ماضي بالتالي أكو فعل إذن carefully. سارة رفعت الصندوق بحذر. موضوع سهل مو؟ يلا وياي هذا التيست هنحله سوا. هذا التيست أنا أحله وياكم. وقف أنت الصورة، وقف الفيديو وحل. كملت هسه المفروض التحليت. فريندز اصدقاء اسم فل. ابويا عنده هاز لديه. اصدقاء رائعون بدنا نوصف الاصدقاء مو الافعال. سامر سبيكس فرنش يتحدث الفرنسيه. ماكو نقطه، ماكو از ار ام از وير فلي. حلها على المعنى سامر يتحدث الفرنسيه بطريقه، هاي بطريقه تحولك على الظرف بطريقه رائعه. سها هاز، سها لديها. شنو لديها؟ فويس صوت جميل لو بجمال. صوت هو اسم، الاسم يريد صفه بيوتيفول. سها لديها صوت جميل. نورا سينجز نورا تغني. طبعا هاي مرة علينا بدأت الدرس. beautiful لو beautifully اكو نقطة، ماكو إذا أرى موزور beautifully. تريد على المعنى؟ سارة تغني. شلون كيف تغني؟ الفعل مالتها طبعا الفعل يغني يريد ظرف. مومو is a very cheerful لو cheerfully child. child طفل مو؟ إذا هو اسم والاسم يريد صفة. مومو طفل، طفل cheerful بشوش وجهه يضحك. This great cake هذه الكيكة اللي تخبل. was careful or carefully made. made صنعت وهو فعل تصريف ثالث مال make. بما أنه فعل فحختار carefully. لوز قول من يمك
لوزن مو لوزن. روح لي هسه وين؟ روح لي على هاي القائمة من الناونز أو adjectives. هذني الأسماء أكو بيهن أشياء إضافية أنا خليك إياها على متوصل لك الفكرة. الناون الاسم beauty، الأدجكتيف مالتها تحويل الواي إلى I full beautiful، والظرف ضيف لها الواي beautifully، peace peaceful peacefully. noun اسم الشيء، beauty الجمال، صفة جميل، adverb بشكل جميل، peace peaceful peacefully، skill مهارة، skillful skillfully، delight delightful delightfully، care عناية اهتمام، careful carefully، success نجاح، successful ناجح، successfully بنجاح، wonder wonderful wonderfully. بس حدد لي هذا اسم، هذا صفة، هذا ظرف. pain painful painfully، awful awfully، help helpful helpfully، thank thankful thankfully، joy joyful joyfully. طبعا للأمانة حتى أكون صريح وياكم، التركيز لازم ما يكون كثير على هذني الخمسة الأخيرات. أنا منطيك إثرائيات هنا أنا شوية بالملزمة، خالك شوية شغلات إضافية على مود تشوف أكثر عددني للأسماء اللي صفتها تأخذ فل وظرفها يأخذ فلي. اللي أريده منك هسه الإيدي ولا ينجي، إذا تذكرون شباب أنه كان صيغة فقط واحدة وهي أنه يعطينا صفة بها إيدي وصفة بها ينجي. هذا الموضوع يعطينا فل وفلي، بس أكو صيغة أخرى، صيغة أخرى عدا الاختيارات. شنو هاي الصيغة؟ لاحظوا ياي، يقول لك هنا في سؤال الإملاء، من هو سؤال الإملاء؟ سؤال الإملاء اللي هو 3C، سؤال الإملاء 3C. يقول لك بالنقطة مثلا pain painful peace، شو يصير هنا؟ مثل ما شفت قبل شوية بالقائمة، هذا pain noun. شنو يعني noun؟ يعني اسم تحول إلى شنو؟ تحول إلى adjective اللي هو شنو؟ اللي هو صفة. إذا من حول لك الاسم إلى صفة، إذا هاي الكلمة يريد الصفة مالتها. peace الصفة مالتها من جماعة الفل، قبل شوية مرت عليك لولا، إذا حتكتب له تدلل، تريد الصفة مال peace peaceful. أنت شلون دريت أستاذ هو طالب صفة؟ باوع pain سواها صفة، peace سويها أنت صفة. نفس المثال المحلول اللي يفصل بيناتهم فارزة مقوطة. peace peaceful يتحول من اسم إلى adverb ظرف، إذن هذه الكلمة لازم أيضا تحولها إلى ظرف. من تحولت الكلمة الأولى إلى ظرف، الكلمة الثانية تتحول إلى ظرف. ها هو أصلا بيها فل، أي كلمة بيها فل الظرف مالتها بس ضيف له شنو؟ L. هذا هو beautiful، ضيف لها LY تصير double L بالأخير. هسا هنا مثال محلول الثالثة. لا الثالثة هواية ناس هواية طلاب ما يعرفوا شنو المطلب، انت راح تعرف. ليش؟ because I'm your teacher and I'm استاذك. شنو adverb of peaceful؟ شنو معناها؟ معناها اريد الظرف مال peaceful. حتى لو قال لي الادفرب مال peace، حتى لو قال لي الادفرب مال peace، الظرف مال peace شلون يكون؟ صديقي اذا ما تعرف شنو الادفرب، المفروض انت بنهاية المحاضرة مال اليوم تعرف شنو الادفرب مال peace. أو قال لك peaceful نفس الشيء اللي هو peacefully. ليش أقول لك نفس الشيء إذا قال لك the adverb of peace أو the adverb of peaceful؟ لأن المفروض تعرف أنه peace من جماعة الصفة الفل، فبالتالي أي شيء فل يصير الادفرب ما تفلي. فحتى لو قال لك peace أنت تتذكر peace صفتها فل فظرفها فلي، هو الصفة فل beautiful careful joyful أو peaceful. الصفة هاي مو الفل، تحولها ظرف ضيف ال واي صارت فلي بالأخير. هذا إذن الجواب، سواء قال لك الادفرب peace أو peaceful. لو فرضا نفترض قايل لك the adverb of beauty، شو تقول له؟ تقول له beautiful وتضيف لها ال واي، تحول الواي إلى اي، الادفرب مال beauty حيصير beautiful. لاحظ الواي صارت اي، ضفت فل وبعدين ضفت ال واي وراها. اخيرا عندك عندنا هذه التمارين، هذه صراحه تمارين اثرائيه، الفكره هنا اثرائيه.
يقول I wish to live in a peace place. صحح لي peace. شلون اصحح peace؟ يقول لك change into the correct form adjective or adverb. هاي انا خليك اياها كفكره من عندي. يقول لك حول لي هاي الكلمه peace الى صفه او الى ظرف. انت تعرف انه peace من جماعه الفل، فحولها صفه صير peaceful، حولها ظرف peacefully. شلون حتحولها؟ على قواعد اختيار للpeace والpeacefully. place مو مكان، معناها هي اسم. زين الاسم يريد صفة لو يريد ظرف؟ راح تقول استاذ قبل شوية بالاختيارات قلنا اذا اكو اسم نختار فل، هنا احنا حنصنع هالفل لان هو مطيني بس peace، فيصير جواب peaceful. نفس الفكرة تماما، he skill scored the goal. سويها skill، سويها صفة او ظرف. ارجع اقول لك هاي الفكرة ما جاية وزاري، بس الك دا اقويك بالاختيارات بس بطريقة غير مباشرة. زين skill هي من جماعة الفل، فهي من جماعة الفلي. زين احتاجها صفة لو adverb؟ شنو ورا القوس؟ scored فعل. الفعل يريد ظرف لو مو ظرف؟ نعم، فراح اخلي skill اضيف لها full، بس اريدها مو صفة اريدها ظرف، فاخلي ال ly. تمام هسه وصلت؟ حتى لو ما وصلت انا اقول لك وصلت، لو ما وصلت حاشيني بالتليجرام كطالب، انت مسؤول انا مسؤول عنك، اي معلومه يعني شيء ما تعرفه هسه هذا المثال انت ما فهمته اسالني استاذ هذا ممكن توضح لي اكثر، بعيوني عيوني لك، بس المهم لا تعبر شيء انت ما تعرفه. هسه هذا الاكسترا بعد عليك، عندك من النقطه الاولى للسادسه، وعندك هذا الاكسترا 12 هذا اختيارات، اما اكسترا 13 فهذا سؤال املاء. شو pain painful beauty شو تصير the adverb of success، ركز skillfully is the، وهذا السؤال يندني هذني ما جايت بالوزارة قبل، هذني إثرائيات من عندي، تقدر تحلهن لو لا؟ أتحداك بدني الثالثة والرابعة ودزدي الحل بالأستاذ، تحديتني بتمريني 13 النقطة الثالثة والرابعة. وصلنا إلى الفقرة الأخيرة، الوجبة مع تصاريف الأفعال. دني الأفعال كلش مهمات، خصوصا أول ثلاثة fall يقع fell fallen fly flew flown see so seen. أسأل إذا كلها تعرفوا هذه طبعا. understand understood understood تتكرر، بس مجرد ال an صارت double o، باقي كلها نفسها. forget forgot forgotten، حولنا ال e إلى o بالماضي، بعدين ال forgot ضفنا لها t e n صارت تصريف ثالث. يلا اقرا ورايا. fall fell fallen fly flew flown see so seen understand understood understood forget forgot forgotten. اكرر واعيد للمرة ما أدري إيش قلت وراح أعيدها بعد هواي. من أقرأ تصاريف أقرأ وياي، ضروري تقرأ وياي. أشوفكم إن شاء الله الدرس القادم، نهاية درسنا لهذا اليوم. يا درس خلصنا، the lesson has come to an end. الدرس 1-5 اللي حكينا به عن صفات الفل وظروف الفلي، كان وياكم مستر قسور. أشوفكم الدرس الجاي.